هذا جهود القبائل في تحرير الجزائر التي خانت ثورة بوبغلا وثورة الشيخ المقراني وثورة لالا نسومر وخانت سي عميروش اللي كان يواجه في 12 جنرال و48 كولونيل و100 ألف عسكري تاع اللفيف الأجنبي وهزمهم باسم الإسلام والعربية والأمازيغية وما كانش هذا المشكل مطار. يجي الناس اليوم يغلطوا هذا البطولات وهذا التاريخ. خلني نقول لك حاجه سي علي، خلني نقول لك حاجه. انا معاك انا المفهوم تاعك فهمته، لكن الشعب الجزائري عامه الشعب اسمح لي استاذ، هل يفهم هذه المصطلحات؟ لانه فيه مصطلحات اللي يفهمها استاذ الله يبارك كيما انت يفهمها يوسف. ما فهمتنيش؟ لا ما قلتلكش ما يفهم. لا ما قلتلكش ما يفهم الشعب يا يوسف، ما تغلطنيش. كي نتكلموا على الامازيغيه، لا كي نتكلموا على الامازيغيه يقول لك القصد من القول تاعها هو حركه الماك. انا كي نحب نعطاكي الماك ونتهجم على السي فرحات مهندي نقول بانه حركه لا نقول بانه حركه الماك حركه انفصاليه وفيها ما نقولش انه منطقه القبائل. انا مقتنع بلي حركه الماك خطيره على الجزائر وعلى استقرار البلاد، راني معك 100%. لكن التصريحات تاع نعيمه صالحي اهلك هذا بهذا، حب يقول الامازيغيه الناس الاكاديميين اللي الناس يتخدم باش نسقموا الامازيغيه دخلت لنا هذه في هذه وواحد ما فهم والو، لانه هذا النضال اليوم الامازيغيه ولحقت باش تكون لغه وطنيه ورسميه وفي الدستور. ناس ماتت، ناس في الثمانينات دخلت للسجون، وفي 2001 ناس ماتت على الامازيغيه. عاود النضال اليوم لازم هذا المفهوم لازم نلحق له. سيد محمد صالح، هذا جزء من ردود الافعال التي اثيرت في الساحه السياسيه. لا فقط سيدنا سيد محمد صالحي، في الساحه السياسيه اثير الكثير، هذا جزء من ردود الافعال. هنالك رده فعل اخرى، ردود الافعال اليوم صارت بشكل او بصيغه اخرى، يعني تهجم على السيدة نعيمة صالحي وليس عن فكرة السيدة نعيمة صالحي. استعمال وسائل قذرة في قمع الخصوم. كيف ترد مثلا عن تصريحات المغني القبائلي محمد علاوة الذي نشر فيديو ينتقد فيه السيدة نعيمة صالحي ببعض المصطلحات، انت زوجها وانت مناظر في الحزب، ما هو ردك؟ أنا ما سمعتوش يعني، ولكن هذا يبين انحطاط إذا كان فيه كلام لا يليق. احنا لا نقبل كلام لا يليق سواء من جانبنا أو من جانب غيرنا، لا ننزل إلى هذا المستوى. احنا الأمازيغ بالنسبة لنا ومنطقة القبائل هي البروفيسور صالح بالعيد، هي الشيخ طاهر آيت علجت، هي جامعة بيجاية وما تحتويه من طلبة أذكياء محمد علاوة فنان، فنان ما أكثر الفنانين. ناخذك الآن للجزائر الداخلية، تلقى الفنانين بكذا. لا هو مسؤول على كلامه، مسؤول، لكن لكن فنان. لا اسمح لي، معليش معاك. شوف فنان ما تقدرش تساوي شوف تصريحات هذا يبين، ورئيس تحزب معتمد، يبين باللي أن هناك تيار ثقافي. نعم. ومن بينهم هذا الفنان اللي انزلق ربي يهديه، ربي يهديها، لا نوجه له أي شيء وما نحكموش، لان احنا هاي لك احنا الاخلاق. ما تسوي احنا سلاحنا الاخلاق، فنان ورجل احنا سياسي، احنا سلاحنا رجل سياسي يخدم. نعم. سياسه وفنان. لا هذه ردة، لكن علاوة انسان معروف لكن ردة فعل ومشهور، هو ردة فعل لماذا؟ ردة فعل لانه هل نحن شتمنا؟ اسمح لي، شتمنا الامازيغ المفهوم. وقبيله كنا نقول المفهوم مش لانه اسمح لي، لو كان نعيمة صالحي في لا ديكلاراسيون تاعها في التصريح تاعها قالت حركه الماك اللي تراسها فرحات مهني راهو يخلط، يعني الناس تكلمت. شوف اذا كان هذا الضغط، هذا فهمت الضغط هذا تاع هذه الجماعه يريدون تدريس الامازيغيه المفرنصه، فهذا لن يكون وسنقف في وجهه. يغني فرحات هذا علاوه ولا فرحات مهني ولا غيره، فالخطر انه الناس يسمحوا لروحهم باش يتهجموا، يقول لك او رد الفعل يقول فيها واش يحب. لا خليني نرجع لك، انا المعطوب له الناس رحمه الله. سمينا عليه دار ثقافه بجامعه تيزي وزو، وهو سنه 95 قال لا نتعلم العربيه ولا كذا، ودعا في فيديو راه موجود نبعثه لك، دعا حتى الى قتل المسالمين من الاسلاميين. ولكن هذا الامر القبائل مش معطوب له الناس، رغم انه شخصيه مشهوره جدا. حنا نقيسوا ومن بعد نعطيوا الحق الى علاوة باش يشتم العائلات. والله يعيب. شوف معطوب له الناس، يشتمون او لا يشتمون، لن تكون الامازيغيه فرنسا. نحن جنود امازيغيه الجزائر، امازيغيه الشاويه والقبائل الاحرار. تفضل سي اغلى سمو، تفضل سي. معطوب له الناس باش نفكرك بك، رحمه الله. مات على الجزائر، مات على الجزائر، شهيد اغتيل
اغتيل كان مناضل على الأمازيغية وعلى الديمقراطية وفي نضال سي معطوبلو الناس كان يناضل على الجزائر إيه نعم للجامي لما يتكلم على منطقة القبائل داكور لا لا تكلم قال هي منطقة لها خصوصيتها قال دي فرانكوفون لن يدخلها الإسلاميون هي قال منطقة محصنة لا لا خصصها نعم باش نكون فاهمك نعم تقول باللي راهو خصصها خصصها نعم يبان الاستعمار الفرنسي إيه نعم الشباب اللي كان في عمرهم هذيك لا بيريود بين 15 الى 16 سنه في المدرسه الجزائريه كانت غير الفرنسيه اليوم كي قلت لي مقبله ايتمان قلات اللي كيما قلت له انت تقدر تبعث لسي يوسف للتصريحات تاعو قال لهم لا اتكلم العربيه باش ما نسيئش ليها لاني ما نتكلمهاش مليح لاني كي كنت في المدرسه قريت اللغه الفرنسيه ما عنده حتى مشكل باللغه العربيه ولا الدين لماذا لماذا تجدون الاعذار لشخص نعم. دون غيره لا مثل ما وجدتم الاعذار لهذا اسمح لي يوسف تتكلم عنهم لا 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 نتكلم لك هذا الاعذار اسمح لي انا نتكلم على فنانين هذه رئيس حزب رئيس حزب ممثل الشعب في البرلمان يا يوسف كاين احنا في الجزائر الفنان عنده شعبيه اكثر من رئيس حزب على بالك ولا ما على بالكش معليش فنان لكن يريح فنان دوك رئيس حزب راهو شاعر اسمح لي شاعر لكن وفي عمره 70 سنه معليش يتحمل مسؤوليته ولي ديكلاراسيون تاعو التصريحات تاعو لكن رئيس حزب الحزب كي يروح يدير يحط الاعتماد في وزاره الداخليه او عنده يا لكن اليوم شوف نسالك سؤال هل تاثير المرحوم معطوبلو والناس في منطقه القبائل مثل تاثير رئيس حزب في نفس المنطقه هل تاثيره مثلا مثل تاثير سعيد سعدي كيف لا ماشي كيف ولا مش كيف ماشي كيف واضح لانه معطوبلو والناس محبوب الجماهير الجزائريه والناس حبوب لكن باش يجي يقول لك اسمح لي ما نهضروش على معطوبلو والناس اللي هو قامه من قامات الفنانين والمناضلين الجزائريين واضح فقط ضيفي الكريمين مشاهدينا الاكارم نذهب الى فاصل قصير ونعود لنخصصها نعم يبان الاستعمار الفرنسي اي نعم الشباب اللي كان في عمرهم هذيك لا بيريود بين 15 الى 16 سنه في المدرسه الجزائريه كانت غير الفرنسيه اليوم كي قلت لي مقبله ايتمان قلات اللي كيما قلت له انت تقدر تبعث لسي يوسف للتصريحات تاعو قال لهم لا اتكلم العربيه باش ما نسيئش ليها لاني ما نتكلمهاش مليح لاني كي كنت في المدرسه قريت اللغه الفرنسيه ما عنده حتى مشكل باللغه العربيه ولا الدين لماذا لماذا تجدون الاعذار لشخص نعم. دون غيره لا مثل ما وجدتم الاعذار لهذا اسمح لي يوسف تتكلم عنهم لا 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 نتكلم لك هذا الاعذار اسمح لي انا نتكلم على فنانين هذه رئيس حزب رئيس حزب ممثل الشعب في البرلمان يا يوسف كاين احنا في الجزائر الفنان عنده شعبيه اكثر من رئيس حزب على بالك ولا ما على بالكش معليش فنان لكن يريح فنان دوك رئيس حزب راهو شاعر اسمح لي شاعر لكن وفي عمره 70 سنه معليش يتحمل مسؤوليته ولي ديكلاراسيون تاعو التصريحات تاعو لكن رئيس حزب الحزب كي يروح يدير يحط الاعتماد في وزاره الداخليه درجة او عنده يا لكن اليوم شوف نسالك سؤال هل تاثير المرحوم معطوبلو والناس في منطقة القبائل مثل تأثير رئيس حزب في نفس المنطقة هل تأثيره مثلا مثل تأثير سعيد سعدي كيف لا ماشي كيف ولا مش كيف ماشي كيف واضح لانه معطوبلو والناس محبوب الجماهير الجزائريه والناس حبوب لكن باش يجي يقول لك اسمح لي ما نهضروش على معطوبلو والناس اللي هو قامه من قامات الفنانين والمناضلين الجزائريين واضح فقط ضيفي الكريمين مشاهدينا الاكارم نذهب الى فاصل قصير ونعود يقول لك ما يدورش يعني هي نفسها بين فرق كرة القدم يقول لك لو يدخل يجي له السارة راح يكون له كذا مستعد انك انت وسيد نعيم صالحي في هذه الايام تروحوا لتيزي وزو او بجايه او منطقه القبائل الكبرى من اجل القاء محاضرات مستعدين؟ مستعد وساذهب باذن الله واللي عنده اكت دو بروبريتي على منطقه القبائل يسبق لي في الطريق منطقه انا ابنها وابن منطقه الشاويه وابن منطقه القبائل هو ابن منطقة الشاوية وابن الجزائر الشهيد عميروش استشهد في جبل ثامر و ديدوش مراد
استشهد عندنا في قسنطينه من راح متزاير استشهد عندهم شهداء نعم. عندهم رجال نعم 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 نقول لك ولي اصله هو واصل قبائل دي دوش مراد استشهد في قسنطينه نعم. منذ متى كانوا الناس في منطقه القبائل يملكون منطقه القبائل هذو هذو ناس اخطر من قطاع الطرق اللي يقولوا هذا الكلام وان كان هذو اللي مثل القبائل القبائل ما قالوا شك نعم جاتنا تهديدات تهديدات لا تعد ولا تحصى وش مضمون هذه التهديدات تهديدات بالقتل بالذبح بالحرق بالسب بالشتم بكذا وكذا ولكن الناس اللي جات عندهم تهديدات يعني ليس في مستوى ناس مثقفين او ناس مسؤولين او غير ذلك شباب ربما فهموا فهم سيء او دفعوا الى ان يفهموا لست محرجا اليوم من تصريحات السيد نعيم الصالحي والله لست محرجا لانها قالت يعني عملت ما يسمى بالفرنسيه بالكونتر بوا في 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 مواجهه تيار يريد حتى ان يفسد منطقه يعني القبائل انا انا اسمح لي بماذا مقتنع بهذه السؤال اي تصريحات تصريحات سيدنا نعيم الصالحي الاخيره ما هو مضمونها لازم تفهموا مش القتل مش القتل مش القتل اي نعم انا فهمتك مش القتل القتل لا يمكن واحد باش يقتل واحد في حضرتي انا يعني سواء نعيمة صالح يعني انت تختلف مع السيدة نعيمة صالح في قضية نقتلك لكن تتفق في يتكلم ولكن لكن تتفق هي لا يمكنها قتل ابنتي او غيرها لا يمكن قتل شخص في حضوري يعني لان انسان معروف بني استطيع ان ادافع على اي مستضعف والطفل يعني الطفل ابنته العزيزة نعم بارك الله فيك يعطيك الصحة بنتي العزيزة وهذه دائما نوصيها عليها نجيب لها واحد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر هي صغيرة نقول لها من أحبها فقد أحبني ومن آذاها فقد آذاني وأنا خصيمه يوم القيامة في حالة غيابي نقول لها مش ممكن يعني مش ممكن قلت هذا كلام متداول في القاموس اللغوي في الشرق الجزائري حديث عن أن بعض الأحزاب ستقدم لائحة إلى السيد سعيد بوحجة رئيس مجلس الشعب الوطني فيما يخص ماذا؟ بخصوص هذا التصريحات هذا يخص الأسرة هذا فاش واش قالت هي قالت ما كاش امازيغيه فرنسيه وما تكونش ولن تكون تجي الامازيغيه القبائليه والشاويه والشلحيه والترقيه نحن جنودها الامازيغيه التي تريد ان تمحي الهويه الوطنيه من حيث تريد انها تدافع عن الهويه الوطنيه هذه احنا نقف في وجهه ولكن ليس بالقوه لان اغلب الجزائريين وصبر الاراء اللي عملته كثير من المواقع ماشي في هذا الاطار امازيغيه جزائريه ومرحبا واهلا وسهلا سيدي العزيز لكن كانت قادره اسمح لي يوسف كانت قادره تتفادى كل هاد المشاكل اللي صراو وهاد الفتنه كي دير كيما يقولوا كي دير تصريح يكون تصريح مسؤول راك انت مستشار ومتقرب للسيده نعيمه صالحي فيه تصريحات اللي كيما قلت الناس تستعملها ومازال زاد دي الفتنه هاد التصريحات نقولوا لمده خلفيات حسب رايك خلفيات خلفيات دوك خلفيات صحافه لانه كيما قلت انت صحافه يستعملوها كيما يحبوا المشكل لا خلفيات خلفيات تصريحات هل مثلا من اجل فقط لفت لفت الانتباه ولا لفت الانتباه كيما قلنا بعض الاحزاب اللي اليوم ما فيهاش لانه انا حبيت لو كان نعيمه صالحي تكلمتنا على البرنامج على الخطوط العريضه للبرنامج الحزب تاعها باش تجيب الناس الحس تاعها زعما المشكل باش تكلم لا لا مانيش نتكلم لكن نعيمة صالحي اللي هضرت ها يوسف انا نتكلموا الناس اللي هضرت دوك انا تاني اسمح لي الساعه هي الامازيغيه والرئاسيات معليش رئاسيات والامازيغاني معاك استاذ لكن لو كان شفنا برنامج الحكومه فات لو كان شفنا تصريحات ولا تدخلات السيده نعيمه صالحي في البرلمان في المشاكل لانه الجزائر اليوم رانا في ازمه اقتصاديه او المشكل هي القدره الشرائيه الجزائري واليوم في هذه المشاكل كنت نايب وتعرف يعني عوض السيده نعيمه صالحي تروح تناقش لنا الامور اللي تهم المواطن تتكلم لنا على قضايا مثل هذه مثل ما يقول لا هي في فيديو سابق تكلمت على الحرقه في فيديو يسبق هذا اللي كان عنده انتشار نوعا ما كبير تكلمت على الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد الى غير ذلك باش ما نقولوش ما تكلمتش يعني في الفيديوهات الخاصه اما في البرلمان فذلك شانها انا مانيش عضو في البرلمان لكن تكلمت في مداخلات حول برنامج الحكومه ولم تصوت ما راحش تمنع من تصوير الفيديوهات في بيتك سي محمد صالح مستقبلا لا, لا, لا 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 لن امنعها وان شاء الله المره الجايه راح تكون فيديوهات بحضور الاخوان مثل مرحبا بك تشرب قهوه عندنا انتم تجيو عندنا عادي لكن وستجلس معك البنت الصغيره لا كاش مرحبا انا ما عنديش لكن وتكلمك بالامازيغيه القبائليه الله يبارك لكن واش لازم نقول قلت لك لازم تكون تصريحات تاع المسؤولين السياسيين نعيمه صالحي ولا شخص اخر لازم تكون مسؤوله قلت لك اليوم الامازيغيه اليوم الجدل او النقطه الجوهريه ولب النقاش هو الأمازيغية وبأي حرف ستكتب
هنا في الجزائر، أنت مع أي طرح؟ هل نكتب الأمازيغية بالحرف اللاتيني أم بالحرف الأمازيغي أم بالتفنا؟ هو شوف سي مولود محمد رحمه الله أكاديمي ويعرفه الأستاذ، عمل عمل كبير اللي فيه كتاب مولود معمري، عمل عمل كبير اللي فيه كتب، لكن قلت لك النقاش معليش بالتيفيناغ وباللاتينيه نقدروا نكتبوها بالعربيه، بالعرب نقدروا نكتبوها ثاني، لكن معهم الاقرب ماشي معاهم كاع. هذا العمل سمح لي يوسف فهمك، عمل الباحثين والاكاديميين لازم اليوم، قلت لك لو كان ما دخلناش في هذا النقاش الفارغ، النقاش اللي على تصريحات النقاش المعمر، اسمح لي التصريحات الغير مسؤوله لحقنا لهذا الشيء. خلينا من التصريحات الغير مسؤوله، علاش انا نقولوا لا بيان تكتب بتيفيناغ اللغه الاصليه للامن. سيدي عنده نزعه وطنيه كبيره، شوف سيدي قال لك سيدي عنده نزعه وطنيه، قال انا لا انفعالي، اسمح لي قال عيب انني انفعالي، انا قلت ما قال لست هنا لاحاكم النوايا ولست هنا بمعرض السب والشتم ولاحاكم النوايا، انا قلت لك ماذا قال هو وغيره، قلت لك ماذا قال. ثانيا مشكل اي حرف نكتبها، انا نفضل نكتبها بالحرف العربي. لماذا؟ لمبرر واحد في اعتقادي، وهذا ما يقوله الاخ الدكتور مهند عرزقي فراد اللي هو احد اقطاب وجهاء من دقه القبائل. لماذا؟ لان 50% من المصطلحات في الامازيغيه هي عربيه، هذا امر قائم ومعروف. كيفاش 50%؟ 50% من المصطلحات كثيره يا سيدي الكريم، كيفاش مصطلح تاع الامازيغيه؟ يعني الامازيغيه لم تتخذنا بالعربيه يا اخي الكريم، ما دوك ما تهبلوناش الامازيغيه، ماش نهضروا على لهجات، ما نهضروش انا نهضروا على لغه، الناس ما لازمش نغلطوا الناس. اذا هذه حجره ماشي لغه هذه، لا لا لا, لا, لا اللغه العربيه فيها، اسمح لي، اللغه العربيه فيها الفارسيه، فيها الحبشيه، فيها كلمه من سأت، فما دلهم على موته الا دبه الارض تاكل من سأته، يعني العصا. كلمه مثلا ابريق هي كلمه ايضا رومانيه، كلمات كثيره. شوفوا ديابولوس ابليس هذه موجوده. شوف اللغه الحيه، اسمح لي، اللغه الحيه هي التي يؤخذ منها ويعطى حب يقول اللغه العربيه، بما ان اللغه العربيه لغه حيه، تعشرت. اسمح لي، لغه حيه، نعم لغه حيه اللغه العربيه، وكانت كذا، والامازيغ يخطب عليهم الائمه باللغه العربيه، يقرؤون القران باللغه العربيه، حب يقول امازيغ، اسمح لي، حب يقول امازيغ متفتحين، حب يقول الامازيغ تسمع. إيه؟ لماذا اليوم ماشي انتم ماشي خاطرك انت وحدك امازيغ، انا وانت تعود تقول يحب يقول امازيغ، احنا الامازيغ، انا نهضر على جدادنا. كيقولك الامازيغ الناس تفتحت، الناس جا الاسلام رحبت به، فحب يقول اليوم، اليوم كي يكون، شوف اسمح لي، كي يكون صحيح للتاريخ، الجزائر امازيغيه منذ الاف السنين، ما نقدرش ننكر باللي صحيح الجزائر. علاش ما تخفت من ان الامازيغيه 50% كامل الامازيغ ما يخافوش؟ هل يعقل، هل يعقل امازيغ ما ان واحد ماخذ امازيغي كتاب الله حر. نعم ما يخافش، بارك الله فيك، ما يخافش، صح، وراجل حر، صح، وكلنا عندنا شهداء مثل القبائل ومقابرنا ما تقدرش تمشي فيها من كثر وما نديروش حنا تصريحات غير مسؤول. نعم، وحنا ثاني ما نديروش تصريحات غير مسؤول، هاي باينه مثل تصريحات المغنيين القبائل. اودي مانيش انا، شوف انا مانيش محامي على المغنيين، شوف معايا، لكن انت راك هنا، نعم، محامي على السيده، نعم، شوف انت سعيد سعديه اللي دار سعيد سعدي، سعيد سعدي الاخ سعيد سعدي الدكتور سعيد سعدي يتهكم بالعرب في كتابه عمير وشموتتان وكذا، يقول بمعرض يعني بلسان قلمه يقول ان الشاويه ولغتهم فسدوا لان الاعراب يمرون عليهم بجمالهم من هناك فاختلطوا بهم فصار كذا وكذا. هذه تصريحات غير مسؤوله، عنصريه هذه، الاعراب وكذا والشاويه يحط مش اسمح لي سياك تقول على الدكتور سعيد سعدي، انا نحب كي نتكلموا على الناس يكونوا الناس حاضرين باش ما نهضروش في غيابهم على التصريحات. اسمح لي، هو انا الزوج تاعها، المستشار وزوجها، الله يبارك، زوجها مش نعم صالحي، معليش هو زوجها او يتكلم او يهدر عليها فقط. استاذ اغيلا سامقران، البعض يقول بان اللغه الامازيغيه مثلا في الفيديو الذي نشر للسيد محمد صالحي والسيده نعيمه صالحي لغه ميته. لغه ميته، لماذا؟ ما الفائده من تعلمه؟ الفائده انه اليوم كي ولات اللغه الامازيغيه لغه وطنيه و كما يقولوا رسميه ووطنيه بفضل المجهودات والنضال تاع الناس اللي ماتوا. كي تقولوا اللغه ميته علاش نتعلمها وما نقدرش ندير بها كما قلت ما اقتصاد ولا تكنولوجيا؟ لكن لغه هويه، لغه شعب، والهويه تاعي واحد ما نسمح له يدنا ليها، واحد ما نسمح له يهضر عليها، واحد ما نسمح له يسبها. حب يقول التصريحات، نعاود نولوا للتصريحات
الغير مسؤوله تاع رئيسه حزب حب يقول اليوم لازم على هاد الرئيسه انه تدير تصريحات وين تطلب اعتذار من الشعب الجزائري الامازيغي ابت ام شاءت. استاذ الامازيغيه المفرنسه يعني تعمل ما فيهاش امازيغيه مفرنسه يا سيدي هذا اللي في امازيغيه وحده ذكرته هي الامازيغيه ذكرت في الفيديو الامازيغيه بخير ما فيهاش الامازيغيه ذكرتها بخير وقالت وين رايتوا فيها الامازيغيه المفرنسه؟ لا الامازيغيه المفرنسه هي امازيغيه ذكرتها اكاديميه باريس يعني هل نحن وين راهي اكاديميه باريس؟ نعم موجوده شكون؟ نعم موجوده وجدت في الستينات وهذه الأكاديمية تريد أن تفرض علينا أمازيغيتنا إذا أين رجالنا ونساؤنا؟ سيدي للتاريخ أين باحثونا؟ أين دكاترتنا؟ للتاريخ فقط نعم أكاديمية الأكاديمية الأمازيغية اللي دارها السي رحمه الله محمد عربي سعود المجاهد اللي نعرفوا أنه مجاهد وكان مجاهد كبير في المنطقة كي راح لباريس لأنه كما يقولوا لي سيرفيس سكري تاع فرنسا شافوه بأنه يعمل عمل كبير نفاوه وخرجوه من فرنسا هذا الشيء ما يذكروش الناس محمد عربي سعود نفي من فرنسا الى بلد اخر انجلترا اين استقر وقام بعمل كبير اللي خدا منه سي مولود معمري والاخصائيين ما نقولوش في اكاديميه ما في لا لا ماشي شخصين لا لا شخصين او عشرة لا لا. انهم يقررون مصير هويتنا هذا غير معقول كاين شوف الهويه تاعنا باللغه الامازيغيه في ميزاب موجوده في اضرار موجودة في علاش ذكرنا باللي لا نعم فلا نركز على علاش نقولوا شوف مع احترامي معليش شوف مولود معمري العمل اللي قام به ايه نعم مضى سنوات عند توارك عند بني مصاب عند شلوح عند كل الامازيغ مام برا الجزائر لانه كل شمال افريقيا للتاريخ ايضا هم امازيغ اليوم ما نقدرش نقول بانه 50% من الامازيغيه ماخوذه من اللغه العربيه لا. هذا سب وشتم للشعب الامازيغي هذا راهو سب للامازيغ انت سبيتهم لان الامازيغ جوار العرب انت تعتبر اني سبيت الامازيغ وكيفاش نقول العرب يعني العرب قرأ العربي كيفاش الامازيغي هل يصلي خمس صلوات يصلي خمس صلوات ما تدخلوش في الدين لا ليس دين لا نتكلم من الجانب اللغوي يعني الامازيغي عنده 10,000 زاوية الرحمانية وغيرها يحفظ القرآن ويحفظ كذا عنده ما تقولوهاش ويحفظ الأحاديث اسمح لي والامازيغ جاوا الى عنابه والى ميلا وغيرها وعملوا زوايا ثم الزاويه الحملاويه جا من اقبو عندنا في جنوب ميلا في واد العثمانيه وعمل ثم زاويه وتخرجوا منها مسؤولين كبار من بينهم رئيسه للجمهوريه الجزائريه هما الرئيس هو ريبو مدين والرئيس علي كافي ومسؤولين وزراء كثيرين القبائل هذو وصلوا لدرجه وين يصبحوا اساس اللغه العربيه لا يطعمون لغتهم بالامازيغيه هذا غير معقول مقتنع بان اللغه الامازيغيه لغه ميته لا اقول لغه ميته هذا واش قال السيد نعمان مصعب لا انا لا اقول لغه ميته ولكن انا اقول شفت بلي تصريحات غير مسؤوله لا 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 لا, 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 لا ليس لا اقول اسمح لي نتكلم يا معليش معليش اسمح لي استاذ تجنب السب معليش غير مسؤوله الى غير ذلك تفضل تكلم ماشي سب اسمح لي يا استاذ خليه يتكلم اللغه احنا بما اننا موجود في واقع لغوي حتى وان كانت يعني ميته اداريا احنا واش نقول اللغة الأمازيغية يمكن إحياؤها ووضع القواعد لها على غير ما فعل مولود معمري ولكن غالبية رحمه الله ورحمه كل من قدم الخير لهذه البلاد ولوحدتها ولثقافتها احنا نقول بأن الأمازيغية يمكن إحياؤها ولكن بتعاون الجميع يتم إحياؤها بماذا؟ شكون يحييها؟ هم دعاتها الاولون يكتبون بها الجرائد، القصص، الروايات، الافلام، ما يجيش يقول لي تعلم انا ما نعرفش الامازيغيه مثلا. نجي لواحد في مدينه مثلا عين تيموشنت ونقول له لا ما تتكلمش الامازيغيه او انا افعل كذا وكذا او نقوم بمضار. انت قدم للامازيغيه، اجتهد، اعمل الكتب، انشر الكتب، ثم كما فعل العرب واش بداوا؟ ابو الاسود الدؤلي الف النحو ومن بعد جاء الاخفش ومن بعد جاء الفراء ومن بعد جاء ابن جني ومن بعد جاء علماء الكوفه والبصره لما نعم. تعرف اسمح لي يوسف لما تعرف اللغه ما مفهوم ولا تعريف اللغه اللغه هي اصوات يعبرها بها كل قوم عن اغراضهم بارك هي اصوات يعبر بها كل قوم حب يقول انا كي كبرت اسمح لي يوسف حب يقول انا ولا للناس كيما ابن جني ليس تعريفي بارك الله فيك في منطقه قبائل ولا في الشاويه ولا في الترقي ولا في الشلحي ولا هل انا كي كبرت لقيت يما تهضر معايا بالامازيغيه ولا باللهجه من احد اللهجات هذا الوطن الكبير
غلط ولا ممنوع ولا غير صحيح. بالعكس شي جيد. بارك الله فيك. شي جيد. حب يقول الجزائر أمازيغية شئنا أم أبينا. نحن اليوم ما مش هذا الفكرة، نحن اليوم نبحث عن لغة توحد هذه اللهجات. بارك الله فيك. يعني لغة اللي يفهمها الشلحي، يفهمها القبيلي، يفهمها الترقي، يفهمها الشاوي، يفهمها جميع المكونات الجزائر، مكونات الطبقة الأمازيغية في الجزائر فقط. هل الآن بعد التوضيحات التي قدمها سيد محمد صالحي مقتنع أنت أو الجماعة التي تنوي رفع دعوة قضائية ضد نعيم صالحي بأنه لا جدوى من هذه الدعوة القضائية؟ ماشي لا جدوى برفع الدعوة القضائية. أنا حبيت لو كان السيدة نعيم صالحي مصمم على أنها لابد أن تعتذر. تقوم باعتذار رسمي يا خويا. سمع لي فيديو غير دار. اسمح لي استاذ، معليش لكن قال لك لم تشتم احدا، قال لك هدد بنتي ولا مشتم الامازيغيه. يا سيدي يا اعتراض، لم تهدد بنتي، لم تهدد. السيد اي رئيس ما عندوش اعتراض. السيده تاعو، الزوجه تاعو، الله يبارك، مصطلح وفشار. اسمح لي، الزوجه تاعو حاجه، رئيس حزب. شكرا 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 جزيلا. سؤالي الأخير فقط سيد محمد صالحي، نسمع دائما أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. هل مثلا لما نشوف سيدة نعيمة صالحي ونشاطها يمكن نقول أنه كذلك وراء كل امرأة عظيمة رجل؟ هي عندها قدرات، لأنه يعني البعض في بعض الأحيان ينتقدوك سي محمد صالحي، يقول لك مثلا سي محمد صالحي مش متحكم جيدا في سيدة نعيمة صالحي بالاستشارات لا نتحكم. أولا هي رئيس الحزب، لست وحدي في الحزب. نعم هي رئيس الحزب، هي المسؤولة على الحزب. وثانيا هي التي الناطق الرسمي باسم هذا الحزب، ولكن بكل صراحة الناطق الرسمي باسم الأسرة سي محمد صالح. بسيور أنا هو الناطق الرسمي باسم الأسرة، أنا الناطق الرسمي باسم الأسرة، ولكن هي الناطقة ولكن هي الناطقة باسم الحزب. ولكن بكل صراحة أنا كل مرة يعني لما نقرأ كتاب نقول هكذا فيما يخص الأمازيغية كذا، لو يكون عندها يا رأي يعني ربما في غموض نوضح لها. تتقبل او متعنته؟ لا لازم تتقبل، لازم تتقبل. من القبائل هذا الناس من مجموعه يعني من المتعصبين، وربما الذين ينقصهم الفهم لهذا التصرف.